اهلا وسهلا بيكم فيديو جديد من قناه اتش تي ام فوتوغرافي. فيديو النهارده تصوير ريال استيت، يعني مباني، مشروع طالب تصوير للمشروع من بره ومن جوه. المشروع ده طبعا مفروش زي ما انتم شايفين، هنصور اوضه اوضه فيديو مش صور، وهصور بالكاميرا السوني A74 والعدسه السيجما 16-35 والجيمبل الزيون ويبل اس. مهم جدا يا جماعه، عدسه وايد واسعة للانتيريور، للداخلي، التصوير الداخلي لازم عدسة واسعة، يا ريت ما تقلش عن 16 ملي، وانا طبعا هنا هصور على 16 ملي. طيب الاعدادات اللي هستعملها في الكاميرا عشان اصور فيديو احترافي، اول حاجة هعملها S-Log 3 عشان تديني الديناميك رينج اللي انا عايزه، والميترينج من 1.3 لغاية 2 بالبلس. اللي ما شافش وما يعرفش يظبط الاسلوك 3، هسيب لكم في صندوق الوصف تحت فيديو كامل بيشرح الاسلوك 3. طيب الاعدادات بعد ما نعمل الاسلوك 3 هنعمل فريمات 60 فريم علشان نقدر نبطئ زي ما احنا عايزين في المشاهد، وسرعه شطر 1/125، الاي اس او 800 اقل اي اس او مناسب للاسلوك 3 اللي هو 800. اوكي يلا بينا دلوقتي هنبدأ أوضة أوضة كده ونصورها، تعالوا معايا. أنا بس أظبط الستارة مش مظبوطة، لازم نتأكد قبل ما نصور إن كل حاجة تمام. نغطي مروحة المكيف بس شوية، الفان اصلا البطارية مش شغالة، مفهوش بطاريات اصلا. طيب مش مشكلة، انا رأيي الستارة عشان بتلعب كده عايز ارفع اوط فيه خالص. بصوا الحركة دي يا جماعة، طبعا الجيمبل على وضع بان فولو بي اف، هدخل داخلة على الصالون ده ومع نازلة لتحت، تمام؟ يلا بينا. دلوقتي يا جماعه هنصور بقى الاوضه دي، بس هنا انا عملت حاجه، الاوضه شويه ضيقه، فال16 مللي على ال60 فريم في كروب، فانا خليتها 24 فريم علشان اشيل الكروب لتصوير الاوضه دي وبعدين ارجعها ال60 فريم تاني. ابطئ بقى بالجيمبل نفسه، يعني لو انا عايز اعمل سلو موشن عشان كده كنت بصور 60 فريم، لا خليها 24 وابطئ بالجيمبل بدل ما ابطئ بالفريمات. اوكي يلا. دلوقتي انا هخليها برضو 24 فريم وبس هركب اندي فلتر، لانه لازم اركب اندي فلتر علشان مش عايز اضيق فتحة العدسة، انا عايز المشهد يطلع زي ما انا متخيله بالظبط. فرجعت فتحة العدسة 2.8
و24 فريم. بصوا يا جماعة، ده الحمام صغير ودي حواض مغاسل وهنا مراية، المفروض اوعى تبان في مراية. فأنا هاخد شطات شط للحمام وبعد كده هرجع اخد شط للحوض، وانا برجع لورا بالراحة واجيب الحواض دي معايا. دلوقتي يا جماعة هنصور الجزء ده اللي هو الليفينج روم او الصالون، بس في شوية حاجات عايزة تتظبط. هشيل بس العمدان دي اللي حطيناها علشان ما تبانش معايا في الكادر. ادخلها المطبخ. طيب بصوا يا جماعة، دلوقتي لازم اظبط اعداداتي في كل اوضة، لان الاضاءة هنا قوية زي ما انتم شايفين. هنا انا هصور على 30 فريم وشاتر 1/60 واي اس او 3200 والميترنج بلس 1.7 والفتحة العدسة 2.8. طيب دلوقتي يا جماعة احنا هنصور المطبخ ده، وهنركز على الوحدات اللي فيه. دلوقتي بقى هنصور اوضه النوم الماستر بيدروم وفيها حمام، اوكي؟ بس الاضاءه هنا في الاوضه دي منخفضه، فانا هضطر ان اشيل الاندي فلتر واعيد وزنه مره تانيه الجيمبل. تعالوا معايا. هو موزون، اعمل له كاليبريشن بس. هو الجيمبل الزيون وبالاس مش متعب، سهل، بس تحتاج تعمل له كاليبريشن وخلاص. انا شلت الاندي فلتر ما خلفش كتير، يعني ما اختلفش كتير الوزنيه، حاجة يعني لا تذكر، بس بعمل له كاليبريشن وخلاص. انت هنا اوكي كده تمام من غير اندي فلتر والميترينج 2 بس بتنور وتطفي. انا ممكن في الحالة دي اعمل فتحة عدسة 3.5 والاي اس او 3200. يلا هنطلع بره وادخل بقى ايه الاوضه. كده يبقى احنا خلصنا تصوير، ويا دوب اروح ابدا اعمل ايديت علشان لازم اسلم الشغل ده بكره. ولو عجبكم الفيديو واستفدتوا منه ما تنسوش دعمي بلايك للفيديو، لو ما عجبكوش الفيديو ما تعملوش لايك، واللي ما اشتركش في القناه لو سمحتوا روحوا اشتركوا، فعلوا الجرس. اي استفسارات ارجعوا لي على طول على اليوتيوب او الانستجرام او فيسبوك، هتلاقوا كل حساباتي في صندوق الوصف اسفل الفيديو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.